مشروع قوائم الانتظار هو كان مشروع رئاسي أعلن عنه سيادة الرئيس في 8 يوليو 2018. كان الهدف منه الأساسي هو تخفيف المعاناة عن المرضى وعدم تحملهم أي أعباء مالية. وكان برضو من ضمن أهدافه التعاون الفعال بين مقدم الخدمة الصحية، وكان تقديم الخدمة مش بس نحو قوائم الانتظار أو إجراء العمليات، بل تقدم بخدمة بأعلى جودة وكفاءة. احنا كنا بدأنا المشروع لإنهاء 17888 عملية، الرقم ده كان في 8 يوليو 2018. احنا النهاردة تم تنفيذ أكتر من 761 ألف إجراء. احنا في خلال الفترة اللي فاتت ديت تم إنشاء أكتر من منظومة لمتابعة المرضى، يعني هو لو معرفش يتواصل معانا من خلال المستشفى هيتواصل معانا من خلال الخط الساخن 15300، هيتواصل معانا من خلال الويب سايت اللي هو البورتال، هيتواصل معانا من خلال الاس ام اس اللي بيجيله على موبايله.